عندما أراد غالفاناكس امتلاك نجوم الطاقة خاطر أعظم معلم نينجا بنفسه ليبقى العالم آمنا. بعد 10 سنين تولى فريق من الشباب حماية هذه النجوم واستطاعوا أخيرا القضاء على غالفاناكس، ولكن أوديوس نجت وقررت الاستيلاء على نجوم طاقة النينجا، إلا أن أبطالنا كانوا لها بالمرصاد. وقت القتال. إنهم حراس طاقة النينجا الفولاذية العظمى. أحسنت، أنت ماهر حقا. لا بأس، تابع التدريب وحسب. سأتابع وسأحسن مهارتي. تذكري، حركيها بقوة وأنت تنظرين إليها، حاولي ثانية. شكرا لك، سأفعل ذلك. سأعود إليك. أفضل من قبل. ما هذه الفوضى، علينا أن ننظف هذا. مونتي. مرحبا. وفيكتور، هل ستتمرنان؟ نريد أن نتعلم حركات الخفة مع رفاقنا. نعم، انظر، التنويم المغناطيسي. حدد بعينيك في الساعة جيدا، تابع النظر إليها. تشعر بالنعاس الآن. والآن عندما أقول كلمة دجاج تصرف كالدجاجة. دجاج. رائع. انتبه، توقف. امسكه الآن. كفى يا فيكتور، لقد أخذت الطلاب. كفى يا فيكتور، أقصد يا دجاجة. كفى، ماذا أصابكم؟ تغيبت دقيقتين، فعلتم كل هذا؟ وجدنا نحلة هنا. أجل، نحلة؟ آسفون سيد لينيت. الأسف لا يكفي، سمحت لكم باستعمال القاعة للتدريب فحولتموها إلى فوضى. لا مزيد من التدريب بعد الآن، انتهى، تخلصوا من هذه النحلة. لا مزيد من التدريب؟ سأجعلها تنام. سيء. لماذا كل هذه الفوضى؟ أين السيد؟ ماذا؟ نائم في أثناء وقت العمل؟ ماذا حدث؟ انظر إلى هذا، لو لم أوقظك الآن لحدثت كارثة. كنت نائما؟ لا أعلم كيف نمت. لا تعلم كيف نمت؟ إذن استمع جيدا إلى ما سأقوله. أستاذ، أنت مطرود، غادر المدرسة. ماذا؟ إن لم تفي بوعودك فنحن نريد الانسحاب من الاتفاق الذي تم بيننا. لست في وضع يسمح لك بالاشتراط يا تعينامون. لا، لا تفعلي ذلك، أرجوك. انكشف سرك أخيرا يا تعينامون، حجمك أصغر مما كنت أظن، أنت مثير للشفقة. سامحيني سيدتي لتجرؤي، اعتدت حجمي الكبير ولا أستطيع العيش بهذا الحجم. إن أردت أن تعود إلى الحجم السابق فعليك أن تدفع الثمن، والثمن هو أن تقبض على ميك صديق الحراس، أنت تعرفه جيدا. ولكن كيف سأفعل ذلك؟ الأمر سهل، إن أجدت استعمال هذا السلاح فستنجح، إنه أكبر حجما منك لذا سأجعله يناسبك. إنه يناسبني.
إذن اذهب واقبض عليه. قفص العناصر الخمسة. أترون؟ الطاقة المتجمعة من سيوفنا تصنع قفصا قويا. هذا رائع، نستطيع أن نحبس الوحوش داخل القفص. جاء بريستل، كيف حالك؟ شكرا لأنك أعرتني النجم. عفوا، أنت منزعج لأنك أصبت لينيت؟ وكيف لا، وأنا السبب في طرده. حسنا لا تنزعج، سنجد طريقة تعيده إلى وظيفته. نعم، إنه معلم ناجح، الجميع يحبونه. هذا صحيح، الجميع يحبونه. إذن يمكننا أن نوقع عريضة من طلاب المدرسة، سينجح الأمر. أجل، هل وقعت على هذه من أجل السيد لينيت؟ بكل سرور. بلا شك، سيوقع الجميع عليه. نريد الأستاذ. إذا وقع هنا من فضلك. بكل سرور. هل وقعت هنا من فضلك؟ بالطبع. شباب، حصلت على 40 أمضاء، وأنتم؟ 39. لدينا 44. هذا جيد. هل هذا يكفي؟ الجواب عندها. أيتها المديرة، ماذا تريد؟ هذه عريضة للسيد لينيت، وقع عليها أكثر من 100 طالب، يطلبون الشيء نفسه، يرجون أن تتراجعي عن قرار طرده. لا أستطيع أن أتراجع، النوم في القاعة أمر محظور على المعلم. لكن قد يرتكب المعلم خطأ. إلا النوم، إنه خطأ مرفوض. ألم تتراجع؟ لن أستسلم، سأبحث عن وسيلة أخرى. أثق بأنك ستجدها، فأنت ذكي. ماذا هناك؟ لاحظت حشرة مصورة تتجول قريبا من المقلع، انتبهوا. المقلع؟ حسنا، لنذهب، هيا بنا لنركب الدراجات. ماذا رأيت؟ كان شيئا من محض الخيال. مفاجأة. ما هذا الذي هنا؟ وحش. أصبته. الحشرة المصورة هنا، سيأتي الحراس إلى هذا المكان كما خططنا. إنه براكس. إذن عثرتم علي. عدت ثانية؟ لن أدعك تهرب هذه المرة. كفاك ثرثرة أيها الولد، واستعد مع رفاقك لهلاككم الأكيد. يا رفاق، هيا بنا. أروني ما لديكم. السهم الصاعق. لنستعمل نجم العناصر. فكرة جيدة. أجل، هيا. ماذا؟ برودي، خذ السيف. شكرا لك، سأهتم ببراكس. نجم العناصر تفريد، تولعون ميزة، قفص العناصر الخمسة. أشكركم يا حراس على سجنكم الحارس الأحمر، فقد صار في إمكاني سحقه. سنرى ذلك. نجم السرعة، السرعة القصوى. برودي، أنت بخير؟ ماذا حدث؟ نجم الطاقة لقد تضرر.
لن تستطيع أقوى حركاتكم أن توقفني. حان وقت القضاء عليكم. جبنا تمكنتم من الهرب، لكن هذا لا يهم لأن ميك صار في قبضتنا. ضرره يشبه ما فعله فوكسترون بنجوم الآليين. جيد، إذن نستطيع إصلاحه، ولكن سيستغرق وقتا، وسيطول الوقت أكثر إن لم يأتي ميك. لماذا؟ أين هو؟ لم أره منذ بضع ساعات. غريب، ربما يحضر أحد الدروس. قد يكون ذلك. يا شباب، جمع الأستاذ لينت حاجاته، سيذهب، لذا علينا توديعه. هذا ظلم له. ليت المديرة تواجه مصيرا مشابها لمصيره كي تشعر بشعوره الآن. ماذا قلت؟ كالفن، هذا هو الحل. علي أن أرتكب الخطأ نفسه. إذن ماذا لديك في جعبتك بريستن؟ سأذهب أيتها المديرة، أراك غدا. مع السلامة، سأذهب بعد قليل، لا تغلق الباب. حسنا. سأجعلك تنامين الآن. مهلا سيد لينت. أهلا هايلي، ما الأمر؟ أريد أن أشكرك لأنك علمتني كيف لا أخاف من خشبة المسرح. أنا سعيد جدا لأنك تغلبت على خوفك. شكرا لك، نحن سنشتاق إليك كثيرا. شكرا هايلي. أو وقعت مفاتيحك. ليست لي، هاستينجر، هذه المفاتيح للمديرة. أو تأخرت كثيرا، علي أن أذهب الآن. وداعا سيد لينت. مع السلامة. نجحنا، ذهب إليها. ما الذي يحدث هنا يا مديرة؟ جيد، أرجو أن ننجح. أيتها المديرة، استيقظي. نعم، ماذا؟ 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 ما هذه الأشياء؟ ما الذي يحدث هنا؟ أظن أنك نمت فجأة. وجدت هذه المفاتيح، إنها لك. نعم، إنها لي، شكرا لك. كنت أطبع عددا من الأوراق، ثم أنت على حق، نمت فجأة. من الجيد أنك أتيت. دعك من ذلك، علينا أن نجمع الأوراق. قد ينام أي أحد منا فجأة. أستاذ لينت، كان علي ألا أطردك من أجل خطأ صغير أخطأت في حقك. حقا؟ نعم حقا. في الحقيقة قدم أحد الطلاب ويدع بريستن عريضة لي عليها إمضاء أكثر من 100 طالب، جميعهم يطالبون ببقائك في المدرسة، وأنا رفضت الإصغاء إليهم. فهل بقيت؟ نعم، أريد ذلك. نجحت الخطة. سأضعك هنا. ألم يأتي ميك؟ لا، ولم أنتهي من إصلاح نجم الطاقة. التقط الحاسب إشارة في الشارع السابع، قد يكون أحد الوحوش هناك. إذن علينا أن نذهب من غيرك. مهلا، خذ هذا، سيفيدكم في القتال. سألحق بكم بعد أن أنتهي. حسنا. ها قد قبضت على ميك وجلبته إلى هنا، فهل أخبرتني ما تريدين فعله الآن؟ لن أقول لك، ولكن سأفاجئك بعد قليل، لأني سأمتلك نجوم الطاقة وستصبح جميع مخلوقات العالم تحت إمرتي. هل نسيت وعدك لي؟ أريد أن أغادر الوحش الآلي الذي أقبع فيه، فقد سئمت منه.
لم تنتهي مهمتك يا داينامون، عليك أن تقتل الحراس. انظر إنهم قادمون. لا مفر من ذلك. داينامون، ما الذي تريده؟ ما لا تريدون؟ جئت إلى هنا لأقضي عليكم. وقت القتال، نجوم الطاقة تثبيت، استعداد، دوران النينجا. الجدار الصخري، ضربة الصوت. أيها المزعجون، نجم درع نيران الليث تثبيت. لنرى إن كان سيعمل معي. دوران النينجا، من الرماد إلى النار المشتعلة، نيران الليث الأزرق. مذهل، سأسحق هذا الوحش الآن. سأزيد قوتي أيضا. نجم النينجا المشتعل تثبيت، نمط النينجا العظمى تفعيل، دوران النينجا. أرياني ما لديكما. دوران النينجا، نيران الليث، دوران النينجا، لهب النجم الناري، ضربة نيران الليث. انتهينا منه. لا تفرح كثيرا، فأنا لم أصب بخدش. انتهينا منه. لا تفرحا كثيرا، فأنا لم أصب بخدش. لنقضي عليه. نحن لا نهاب أحدا. لنثبت. السهم الصائر أصابني في وجهي. ما هذا؟ أصلحت نجم الطاقة. ماذا حدث؟ انظر برودي. لا، علم الحراس حقيقة أمري. هذا داينامون؟ أيعقل؟ إنه وحش صغير. إذن كان يخدعنا. دمرتم الوحش الألي الذي أقبع فيه، لكني لست خائفا منكم. سأريكم ماذا سأفعل. أوديوس، اجعليني ضخما. لا أظنه سيصمد طويلا وهو بهذا الحجم الصغير. ضخم، نحن في حاجة إليه الآن. أسمعتم يا وحوش المجرة؟ ستحقق سيدتي أوديوس حلوم داينامون الصغير، آلة التضخيم. تحقق حلمي، صرت وحشا كبير الحجم أخيرا. لا تفرح، فلن يدوم الأمر طويلا. نجم الاندماج تثبيت، دمج، دوران النينجا. آلي اندماج النينجا مستعد. ضربة النينجا العظمى مستعد. ضربة معلم النينجا. أوه لا، لم تؤثر فيه الضربة. الحركة السامة. ما أجمل الحجم الكبير. نحتاج إلى قوة أكبر. لدي فكرة. نجم آلي نيران الليث تثبيت، دوران النينجا. جيد، تحررنا. لنتبع أسلوبا آخر، اندماج آلي ألترا زورد، دوران النينجا. ألترا زورد النينجا الفولاذي مستعد، ضربة النينجا العظمى. سأصعد لننهي أمره الآن. أجل، فكرة رائعة بريستن. بدء الهجوم الأخير، دوران النينجا. صواعق النينجا العظمى تفعيل.
صواعق وأرض وطن النجا الهجوم الأخير. لا لا أخطأت خطأ كلفني غاليا. نجحنا. انتهى العرض والفوز للنينجا. ماذا سنفعل الآن؟ نريد مكانا للتدرب. يمكننا أن نتدرب هنا، ما رأيكم؟ هل جننت يا بريستين؟ سيكتشف الجميع أسرارنا. لا نريد. بريستين أريدك. حسنا حاضر. أخبرتني المديرة عن تقديمك عريضة. شكرا لك، أريد أن أعبر عن امتناني. عفوا، لكن في الحقيقة فعلت ذلك من أجلنا، فنحن في حاجة إلى خبرتك. يمكنكم أن تتدربوا في قاعة التمثيل بشرط ألا تحولوها إلى حوض عارم، وعلى أن توقظوني إن نمت. سنفعل. رائع. هذه شطيرتك. لا، ليست شطيرتي. برودي، ما طلبك؟ دجاج 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 دجاج. الآن عندما أقول لك كلمة دجاج تصرف كالدجاج. دجاج. فيكتور، توقف عن فعل ذلك. ما به؟ يا شباب تعالوا إلى المقر بسرعة. ما الذي حدث؟ انظروا واستمعوا إلى هذا يا شباب. إنه ميك. مرحبا. أهلا. والداي مريضان وعلي أن أزورهما. يعني ذهبت إلى مجرة الأسود؟ أجل، لكن لن أتأخر، لا تقلقوا. حسنا، إذا نرجو لهما الشفاء. شكرا، والآن سأذهب. وداعا. 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 لا يهمني خبر هلاك تاينامون، ما يهمني أنه نجح في إلقاء القبض على ميك، وهذا يعني أني سأنتقل إلى الجزء الثاني من خطتي. هل ستكلفين وحشا غيره بالقبض على الحراس بالسلاح نفسه؟ لا داعي لأفعل ذلك، سيتولى ميك أمرهم. أهلا بك يا ميك، أخبر بعدونا عن خطتك من فضلك. سأصنع منظومة أقمار صناعية تبث إلى كل الكواكب. نظام التحكم في قدراته العقلية رائع، صحيح؟ نعم، إنه عمل رائع. تعال يا ميك لنبدأ العمل. كل شيء يسير على ما يرام. ناموا يا حراس جيدا، لأنكم لن تناموا نوما هانئا بعد الآن.